مساء الخير والعافية عليكم مشاهدينا الأعزاء، وهذه حلقة جديدة من برنامج قصة نجاح عبر شاشتكم المتميزة دائما شاشة قناة الفلوجة. العمل هو أساس العمران والإعمار. العمل الصالح تقدر أنت تنجح به، وهي صفة الإنسان الناجح أكيد بالإصرار والمثابرة والجهد. وأكو سؤال مهم لازم نركز به، هو أنه إحنا نعمل حتى نعيش لو نعيش حتى نعمل. رح نلقى هذه الإجابة من خلال قصصنا، تابعونا. عبد الله صباح العامري من سكنة كركوك، دبلوم معهد تقني، معلق رياضي ومراسل تلفزيوني إذاعي سابقا، متزوج ولدي 3 أطفال. التعليق الرياضي البداية كانت من الطفولة، يعني من أيام الابتدائية كانت محاولات بالبيت، يعني محاولات بسيطة. يعني بعدها بديت أنه أخطي خطوات فعلية على الأرض بهذا الموضوع. بديت أعلق مباريات فرق شعبية، ساحة الفرق الشعبية، يعني 2004-2005. بعد ذلك تباعاً عندما دخلت إلى الوسط الإذاعي بديت أنقل المباريات إذاعياً، وحقيقة في محافظة كركوك يعني يقال أني حققت طفرة نوعية بمسألة التعليق الإذاعي، على اعتبار أنه هو أصعب من التعليق التلفزيوني. فالحمد لله حققت نجاح بهذا الجانب، ومن بعد ذلك توالت الفرص تباعاً ووصلت إلى التعليق التلفزيوني. إبراهيم بعملية التمرير مع أمجد عطوان، حلوة هذه، البينية ممتازة، هذه حلوة. حسن يقف على الكرة داخل منطقة الجزاء، هل هناك ضربة جزاء؟ لمست يد؟ لا، حكم المباراة لا يقول شيء، ما زالت الكرة مع حسن عبد الكريم. إبراهيم بايش، يلا نعيدها، روح ادخل الجزاء. حسن ملعوبة، اوه الابعاد ياتي، محمد علي عبود مرة اخرى اصطدت. كل شخص من الطفولة يبدي يحس بامور هو قريب منها. الهواية ممكن هي تجي بالدرجة الأساس، وبعد ذلك أنت ممكن تحول هذه الهواية إلى مصدر لكسب الرزق. التعليق الرياضي أو حبي للرياضة وكرة القدم بالتحديد بشكل عام كان يعني مستنبط من أو متوارث من والدي الله يرحمه. والدي كان مدرس تربية رياضية ومدرب لفرق كرة قدم شعبية، يعني في كركوك وحتى في السليمانية. فهذه يمكن أنا الوحيد من العائلة أخذت هذه، استورثتها من والدي. بديت أعشق كرة القدم، بديت أقرأ وأطلع، يعني مسألة التثقيف أو القراءة مهمة بهذا الجانب حتى ممكن أن تطور مهاراتك. فكانت متابعة عندي كثيفة للكتب والمجلات الرياضية، وبالتالي بنيت موسوعة رياضية أو معلوماتية بما يخص كرة القدم، البطولات بشكل عام سواء المحلية أو العربية أو العالمية. من إجيت وصرت معلق أنا متسلح بهذه الأمور، حتى مسألة المصطلحات الرياضية فكلها صارت علي سهلة لأنه أنا درستها أساساً. فهذا كله أعطاني انطباع على أنه ممكن أن تتحول هذه الهواية إلى مهنة لكسب الرزق، وهي اليوم على الأرض فعلياً لكسب الرزق. يعني هي ماكو مباريات محددة، قلت لك أنا بديت بالفرق الشعبية وأيضاً علقت مباريات الدوري العراقي، ولكن ربما أبرز المباريات اللي علقتها هي النهائي خليجي 25 اللي كانت ما بين المنتخب العراقي والمنتخب العماني. مباراة كانت صعبة فنياً، حساباتها كانت بها تحولات وغير متوقعة، فبالتالي يعني خلتني أبقى من الدقيقة الأولى لحد نهاية الشوطين الإضافيين أنا مشدود مع المباراة. ما حسيت بأنه المباراة هدأ رتمها أو ممكن ينام الجو أو ممكن المشاهد راح يمل من التعليق، فبالتالي هذا كله انطاني حافز انه ابقى على نفس الرتم لحد نهايه المباراه، رغم انه صار ضغط على الحبال الصوتيه، وهذا طبيعي بالنسبه للمعلق، احنا المفروض يعني متمرنين عليه وعندنا خبره به. فبالتالي هذه ابرز مباراه علقتها هي نهائي كاس الخليج ما بين العراق وعمان. 7 دقائق متبقيه على نهايه الشوط الاضافي الاول في موقعه جذع النخل، المباراه النهائيه ان شاء الله تبتسم لنا
وتكون عراقية. أمجد عطوان، الله الله الله، سقطها على المرمى بشكل مباشر، لكن إبراهيم المخيني عادوا حسم وأبعد إلى ركنية لمصلحة المنتخب العراقي. يلا يا أمجد عطوان، واحدة من الكرات الحلوة اللي تلعبها، لافة على المرمى، كرة ملعوبة. آه يا حسن يا حسن يا حسن يا أبو فلاح، يلا خيرها بغيرها إن شاء الله، قريبين قريبين. يعني أكيد الشعور يجيك بعد أن تنتهي المباراة وتشوف الأصداء، أصداء الفرح وأصداء الإشادة، والناس يعني كانت متابعة كبيرة على قناة الفلوجة تحديداً، كنت أعلق المباراة، فبصراحة ما كنت متوقع بالبداية، على اعتبار أن البطولة كانت منقولة على عدد كبير من القنوات العربية والعراقية، معلقين كثار، فصعب أنه أنت اليوم تجذب المشاهد لأن يشاهدك وأنت معلق ربما لك 5 أو 6 سنوات بالتعليق الرياضي الفعلي بالقنوات التلفزيونية. فأعتقد أيضاً حققنا نجاح بفضل الله وتعاون الجميع اللي كانوا خلف الكواليس معايا، كانت الأصداء مميزة جداً والشعور حقيقة بالفرح، ويعطيك أيضاً مسؤولية للقادم حتى تبقى بنفس المستوى، لأنه أنت عندما تحقق النجاحات ممكن أنه تثابر وتجتهد ويأتي النجاح تحققه بسهولة، ولكن الصعوبة تكمن في أنك تحافظ على هذا النجاح. فإن شاء الله في قادم الأيام راح نكون أكثر جدية وأكثر واقعية وأكثر حيوية بهذا الجانب حتى نبقى محافظين على هذا النجاح. أنا دائماً أقول الصعوبة على المعلق تكمن في إعداد المباراة وليس التعليق نفسه، لأنه خلاص أنت التعليق عندك أسلوب محدد، هضمت عملية التعليق، فممكن تجي تأديها وتصف المباراة بشكل طبيعي، هي هذه مهنتك خلاص أصبحت، ولكن الصعوبة تكمن في عملية الإعداد، يجب أن تكون متسلح بكافة المعلومات اللي تخص هذه المباراة. المعلومات التاريخية أحياناً المعلقين يجدون صعوبة، لكن بوجود يعني زملاء مؤرشفين كرويين رياضيين ممكن تتواصل وياهم، بوجود عناصر تابعة للفريقين اللي أنت راح تعلق عليها ممكن أن تتعاون وياهم. فعملية البحث قبل المباراة بالإعداد بالنسبة للمعلق هي الأصعب وتأخذ منك وقت، يعني ربما يوم أو يومين إلى أن تكمل عملية الإعداد، ومن بعد تدخل توظفها في المباراة. لكن ليس شرطاً أنه كل اللي عديته وكل اللي حضرته واشتغلت عليه خلال هذه اليومين تجي تسولفهم بالمباراة، لا، ممكن تتوزع على أوقات متفرقة من المباراة، يعني عندما تتوقف الكرة مثلاً، إصابة، عملية تبديل، تأخر في الوقت كذا، ممكن أنه تسرد هذه المعلومات، لكن مو شرط أنه تكملها كل هالمعلومات، لأنه أحياناً المشاهد يصاب بالملل إذا أنت ظليت تسولف معلومات والكرة في وادي وأنت تعليقك في وادي. هذه أيضاً عملية مهمة نفسية بالنسبة للمشاهد، عليك أن تعرف شلون تتعامل وياها حتى تخلي هذا المتلقي يبقى يتابعك. إن شاء الله نوصل للهدف الثالث ونسجل، وهذه المرة نحسم، هذه المرة نحسم، يا الله. يلا يا أمجد عطوان، ملعوبة الكرة عراقية داخل منطقة الجزاء. الله 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 أكبر، الله أكبر، الله أكبر. مناف يونس، مناف يونس، قلهم هنا هنا، البطولة إلنا في ملعبنا، البطولة في جذع النخلة، البطولة عراقية، البطولة إلنا. الله الله الله، يا 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 الله. واحدة من الأمور اللي صادفتني يعني كنت ألعب كرة قدم سابقا، كنت حارس مرمى، هنا الناس يعرفونه بكركوك، الفرق الشعبية اللي لعبت لهم، فصادفتني حالة تعرضت بها إلى أنه إيدي انكسرت، وتركت كرة القدم وراها، بديت اتجهت لمجال التحكيم، كنت أعمل مع طاقم كمساعد حكم بالمباريات يعني. فالمهم أنا اشتغلت كلاعب، لعبت حارس مرمى ولعبت أيضا أو حكمت مباريات، هذه كل الأمور أيضا أعطتني دافع أنه تكون عندي معلومات بالتعليق. هسه جايك بالسالفة، الحالة اللي تعرضت لها هسه واني واقف على العارضة أمام الخشبات الثلاث، أتذكر الحالة اللي انكسرت بها إيدي، جتني كرة عالية من بعيد وحدي، دفاعي كان متقدم، فالكرة اجتني عالية سهلة، ممكن ألزمها من الحالة الأولى مباشرة ألتقط الكرة. أنا ردت أسوي بها استعراض، حركة استعراضية، ردت أنه أسكنها
يعني بقدمي وبعد ذلك انزل وامسكها. فمن اجتني الكره انا سكنت، من سكنت طالت الكره علي، ما سكنت صح، فالكره طالت راحت لي غاد. اجى المهاجم القريب، مهاجم الفريق المنافس كان قريب، اجى يريد يكملها بالمرمى، فهو خطا لا يغتفر، لازم تصحح الخطا. فسويت اني شمرت نفسي على الكره حتى ابعدها بطرف اصابعي، ويا ما وصلت للكره هو اللاعب وصل ايضا للكره، فصارت حركه دراميه. ابعدت الكره، اللاعب شات ايدي، شات اصبعين من ايدي، هذا اللي هاي الاصبعين، بحيث اصابعي هاي رجعت لي ورا، صارت هيجي، فطقت عندي هذه عظمه الاخمص اليد، طقت عندي مباشره، صار عندي كسر وجبستها وظليت شهرين ايدي مكسوره. تركت وراها حراسه المرمى، اتجهت لي العمل كمساعد حكم بعد ما شافيت ان الاصابه. استثمار الفرص بطريقه ذكيه مهم جدا، هذا اللي سواه عبد الله العامري بعد التعليق على العديد من المباريات المحليه. جاءت الفرصه حتى يعلق على خليجي 25، وهذا الشيء خلاه يواصل ويحقق كل اهدافه وطموحه، نال اعجاب المشاهدين من خلال قناه الفلوجه، وقدر يوصل نجاحه بطريقه ذكيه جدا، وقدر يبدع به. خلينا نكمل بقيه تفاصيل القصه. يعني بالتأكيد كثير من الصعوبات تواجهنا كمعلقين، خصوصا احنا بالعراق كمؤسسات إعلامية تحتضن المعلقين على الأغلب لا توفر الأمور اللوجستية الخاصة بالمعلق، يعني أبسط الأمور اللي هي كابينة التعليق، الهيدفون اللي نرتديه أثناء التعليق، يعني أمور كثيرة لوجستية ممكن أن نتحدث عنها، ولكن هذه الأبرز، أنه المعلقين اليوم في العراق يعلقون بأبسط الإمكانيات على عكس ما موجود في القنوات العربية. يعني أنت أبسط موضوع ممكن نتحدث عنه أنه كل معلق في القنوات العربية ممكن عنده ناس مؤرشفين، عنده ناس معدين، عنده ناس متخصصين يرفدوه بالمعلومة أو يجيبوا له المعلومة جاهزة، وهو بالتالي أيضا يعني يشاركهم أيضا بعملية الإعداد، ولكن بالدرجة الأساس هو يعتمد على ناس متخصصين معتمدين يكونون عاملين معاه حتى يسهلون عليه عملية الإعداد. هذه واحدة من الصعوبات اليوم يواجهها المعلق العراقي. أحيانا المصادر أيضا لا تتوفر محليا، مثلا عندما تعلق على الدوري العراقي مثلا هناك مصادر شائكة متعددة معقدة، عليك أن تبحث عنها، عليك أن تنتقي المعلومة الصح. هذه كلها الأمور تشكل صعوبات حقيقة على المعلق العراقي. هو نجاح ولكن بنفس الوقت كان به طرفة، يعني مباراة فرق شعبية نهائي بطولة محافظة كركوك عام 2004، واتذكر المباراة كانت ما بين فريقين، فريق بابل وفريق الصقور في أحد الملاعب في مدينة كركوك. فهذه المباراة صورت، يعني جابوا مصور أنه يصور المباراة النهائية، فالمصور كان يحتاج إلى أن يوقف على مكان عالي، باعتبار أنه تتذكر الساحات الشعبية بالبداية ما كانت يعني مثل المدرجات اللي تشوفوها الآن أو خلفي وكذا، لا كانت ساحة عدلة. فالمصور كان يحتاج إلى أن يصعد على مكان عالي حتى ممكن يأخذ اللقطات المناسبة أو يأخذ الملعب بشكل كامل. فجابوا له سيارة، ما أتذكر بالضبط شنو كان اسمها، المهم سيارة عالية مال نقل المسافرين، فصعد المصور فوق. المعلق فأنا سألت انه وين راح اوقف واعلق، انا وين راح اقعد واعلق؟ فقالوا لازم تصعد فوق يم المصور، تقعد بصفه وتعلق حتى تتشارك وياه باللقطات، لان تدري المصور عندما يوجه الكاميرا لازم انا اكون وياه، او ممكن انا اتحدث عن لقطه بالمباراه صارت لازم الكاميرا تجي وياي. فصعدت، اضطريت انه اصعد فوق، كان الجو بارد جدا شتاء، فصعدت فوق وقعدت يم المصور، يعني تجاوزنا كل هذه التفاصيل المناخيه والتفاصيل انه صعده فوق السياره وكذا والصعوبات، ولكن قدرت انه اعلق المباراه واجتازيتها بنجاح، وكانت عندي هفوات بسيطه جدا في هذه المباراه، هي هاي المباراه الوحيده اللي ما زالت عالقه في ذاكرتي اللي حققت بها نجاح، لانه بعدها
السيدي وصل لكل المؤسسات الرياضيه في كركوك، شافوا المباراه النهائيه والفريقين ايضا والمدربين والكادر التدريبي والاداري واللاعبين نفسهم، فصار لي اسم في محافظه كركوك من هذه المباراه بالتحديد بعد كل الصعوبات اللي واجهناها بهذه المباراه النهائيه. شوف احيانا تجيك فرص بالحياه ممكن ان تستثمرها، ولكن مرات الظروف تمنعك انه تستغل هذه الفرصه، ولكن هذا لا يمنع ايضا من انه ابقى مثابر. انا يعني ممكن الفرص اللي اجتني اكثر من الفرص اللي اجتني لمعلقين اخرين، بالبدايه ما عرفت انه استغلها بالطريق الصحيح، لان تدري انت بمقتبل العمر الاصدقاء اللي ممكن تستشيرهم يعني ناس قليلين، لكن بعد ان تتقدم بالعمر وتتراكم سنوات الخبره عندك بهذه المهنه، بالتاكيد راح تصل الى مرحله من النضوج، إلى مرحلة من الوعي الكامل، بعدها تقدر أن تقرر وتستثمر الفرصة الصح. أهم نقطة عند الإعلامي أو المعلق أو بشكل عام كل من يريد عنده مشروع يريد باله يريد يحققه مستقبلاً، لازم يبقى ملم بكل تفاصيله، يدرسه، يطلع عليه، يثقف نفسه، يتسلح بالمعلومة، يقوي لغته أيضا، هذا أيضا جانب مهم. فهذه كل التفاصيل أنت إذا اشتغلت عليها صدقني راح تحصل على فرصتك بالمستقبل القريب. بعد الصبر والمواصلة قدر يحقق أهدافه ويضع بصمته في المكان المناسب. هذه الفرصة اللي جاءت لي عبد الله قدر ينجح بيها، فرحة كبيرة لجميع العراقيين، وعرف وين يخلي نفسه في المكان المناسب. تحياتنا إليك يا عبد الله، وإحنا بدورنا نتمنى لك كل التوفيق. خلينا ننتقل إلى قصتنا الثانية لكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، وهذه عودة من بعد الفاصل. قصصنا كثيرة ومتنوعة، دائما تأخذ من عندها العبرة والحكمة والإصرار حتى تحقق أهدافك. طرق النجاح مختلفة دائما، وأنت تقدر تأخذ طريقك وتحدده. خلينا ننتقل إلى قصتنا الثانية ونتعرف عليها أكثر، تابعونا. سالم الحتحوت من شمال محافظة صلاح الدين، بكالوريوس قانون، حاليا أدرس ماجستير قانون. هوايتي الرسم والنحت والتصوير، فكل رسام دائما يحب أن يرسم صورة مبتكرة، فأنا حبيت أن أرسم صورة تختلف عن المألوف أو أسوي لوحة اللي هذه خلفي واجهة البيت. سويتها على شكل لوحة فنية جمعت بها كل الحضارات العراقية اللي هي آثار الحضر وآثار بابل، يعني بوابة عشتار لآثار بابل والثور المجنح لآثار الآشورين، كل هذا يعني اعتزازاً وفخراً بتاريخنا تاريخ العراق. والله هي كوقت يعني تعرف أنا على نفقتي الخاصة اشتغلتها، فتقريباً 10 سنوات كملت لأن على نفقتي الخاصة، هي لو أكو مثل إمكانية ممكن سنة أنا أكمل أو أقل. المواد استخدمت اسمنت كنقش بسمنت، والأصباغ جبت أصباغ خاصة يعني من شركات على مود تتحمل الحر والبرد، لأن تعرف أجواء العراق حارة بالصيف جاف وبرد قوي بالشتاء، فلقيت الصبغ اللي هو ملائم. طبعا تعرض للتخريب لأن أنا بسنة 2009 كملته، بأحداث 2014 من أجت قوى الشر طبوا خربوا كل هذا النقوش الوراي، حتى هالبوابة بوابة عشتار اللي لونها أزرق أو أزرق فلشوها من النصف وفوقها كله تفلش، والنقوش كلها فلشوها، يعني رادوا يطمسون الهوية العراقية بتخريبهم، لأن هم تدري آثار الموصل جنوب الموصل كلها خربوها. فإحنا بعد أن عدنا ب 2017 أصريت على أن أكمل رسالتي وكملت هذا النقش وصبغته حتى نمطي صورة حلوة عن بلدنا وعن تاريخنا، وأنه إحنا نحب آثارنا وتاريخنا وتراثنا. والله عرض علي يعني قبل فترة في مدينة العاب الزوراء، رادوا من عندي أسوي مقسمات أو ميني إيراك يسمونه كل الحضارات العراقية،
بس كان عندي ظروف الدراسة، كنت أدرس ما عندي الوقت الكافي لأنفذ هذا العمل. تجيني زوار يعني من جنوب العراق، من شمال العراق، حتى من خارج العراق، يعني من دول أوروبا، من آسيا، أجوا كثير ناس من يجي على صلاح الدين. أي زائر من خارج العراق يعني من يسأل مثلا على فد شيء حلو، رمز حلو أو فن آثار حلوة، يعني ينطونا خبر أنه أكو بشمال صلاح الدين الزوير، فيجي يزور. طبعاً زاروا هذا المكان أخواننا في البلد، شركائنا في البلد، أخواننا المسيحيين زاروا هذا، أكثر من شخص جوا زاروا، لأن هم تعرف عندهم الثور المجنح لاماسو يرمز لآثار الآشوريين، فهم دائماً أيضاً يعتزون بتاريخهم بآثارهم، فيحبون يجون يباركون لهذا العمل اللي هو موجود في منطقة صلاح الدين. هاي طبعاً المنطقة هي كان يحكمها الآشوريين قبل، يعني تابعة للإمبراطورية الآشورية، فدائما من يجون يزورون آثار الشرقاط اللي هي موجودة بالشرقاط، يعني هي حضارة أو خلينا نقول الإمبراطورية الآشورية كانت بالشرقاط، فمن يجون يزورونها الآشوريين سواء من داخل العراق أو من خارج العراق أيضا يجون يزورون هذا البوابة اللي خلفي ويزورون ويشوفون الثور المجنح ويأخذون صور على هذا المكان. الرسم بعدها النحت والتصوير عندي صانع افلام قصيره، يعني مرات اصور افلام مثلا عن تاريخ المنطقه، صورت فيلم اهل الجبل، صورت فيلم صحوة الضمير، صورت اكثر من فيلم وانشرها بقناه عندي على اليوتيوب. ايضا اصور مثلا سفرات، نطلع سفرات على الطبيعه، نسلط الضوء على المناطق الحلوه، على المناطق الاثريه، انواع الناس، على الاشياء المهمه. يعني القناه دائما حلقاتها تكون ايجابيه، فهوايتي قلت لك الرسم والتصوير والنحت، يعني هوايات متعددة كلها شغلي هو هواية. يعني أصلا يعني دراستي قانون، فالقانون يعني بعيد عن الفن، لكن بقيت أنه الهواية أشتغلها مع دراستي للقانون. خدمتنا مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي من خلالها الواحد يبين أعماله ويبين هواياته ويبين فنياته ومهاراته، فمن خلالها تجي القنوات، يعني أكثر من 10 قنوات إجت صورت هنا. فجمال المنطقة لازم نستغله بصورة حلوة، فسوينا بنينا بيت شعر، بيت تراثي هسه موجود فوق الجبل. هذا البيت يعني هذا المنطقة من يطلعون سفرات يروحون يم هذا البيت، اللي مثل يجي ضيف يروح هناك يم هذا البيت، بيت تراثي ينطي صورة على المنطقة حلوة. من تصعد فوق تشوف جمال الطبيعة، تشوف نهر دجلة، تشوف انه انت على جبل، تشوف انت مكان مرتفع. ودائما على ماء النفس ينصحون الانسان انه يصعد في مكانات مرتفعة، يعني شيء يرتاح الانسان. انا هسه مفكر انه نسوي متحف في منطقه الزويه في قمه جبل الزويه. المتحف راح يكون الديكور ماله او النقش او الطراز ايضا تاريخي. هذا المتحف راح نجمع به، يعني المتحف اللي عندي هنا مصغر بالبيت، هسه راح اشوفكم يوم ندخل جوا، هذا نحاول ان ننقله وين بالجبل فوق. وايضا المناطق المجاوره، اي شخص عنده مثلا حاجه قديمه او انتيكه او فد شيء الجد له او العم له او لاي شخص ممكن يجيبها يخليها بالمتحف ونكتب عليها اسمه. سنوات وهو يعمل في بناء بوابة منزله، وحتى بعد تعرضها إلى التخريب كان الصبر والإصرار سمته البارزة. حقيقة احنا نتابع بهذه القصة بتمعن، راح نلاحظ كمية التاريخ الجميل والحضارة، اكيد استوحى افكاره من حضارة بلده العريقة وأيضا من بوابة عشتار والحضارة البابلية. أكيد سالم الحتحوت مثال يقتدى به. خلينا نكمل بقية تفاصيل القصة. عدد المقتنيات اللي موجودة بالمتحف يعني وصلت 300 قطعة، يعني أكثر من 250 إلى 300 قطعة.
وجاري التطوير. يعني انا هسه شلون تقول في مرحله تطوير المتحف، يعني انا مفكر مستقبل ان شاء الله راح نسوي المتحف كواجهه للمنطقه، نسويه فوق بالجبل. الفكره يعني انا هوايتي التاريخ والتراث، فاحب ان شلون تقول اسوي هويه للمنطقه، هويه تاريخيه للمنطقه. فبديت اجمع الشغلات القديمه اللي احنا كل انسان يعتز بتاريخ بلده، بتاريخ منطقته، فتنطي صوره حلوه عن المنطقه. المقتنيات قسم من عندها يعني من اهالي المنطقه اللي بالاخص اللي هي بارزه، مثل السيف، عندي سيوف، عندي مثل هذا السيف الأحد أهالي المنطقة، وهذا الطاسة أيضا تقريبا 100 سنة عمرها، هم للتشهف، آلة التشهف من الزوية. شوف يعني حتى من استخدامها صاير بيها زرف فيرقعونها، وكذلك هذا التفتشير أكثر 100 سنة، شوف حتى صاير بيه. هذه يعني أحد القطع اللي هي تعتبر قديمة، يعني عندي قطع هواية كثيرة اللي هي عمرها أكثر من 100 سنة. العباية نعم عندي عباء لأحد شيوخ الزوية أو أول رجال الزوية اللي كانوا هنا ساكنين، جورة السلطان، فهي عمرها تقريبا هم بحدود 100 سنة أو أكثر. هي تستخدم يعني هي حياكة يد يشتغلونها باليد، فكانت تستخدم يعني مو كل شخص يلبسها. اكو قسم بعض الانتيكات اشتريها، مثلا لقيها بالسوق، مثلا بسوق جمعه مكانتها اكو تنباع، وقسم قلت لك يعني هدايا من اصدقاء من خارج المنطقه، وقسم من اهالي المنطقه. كدعم حكومي ماكو، لا يعني احنا انا طبعا ها كل الجمع يعني شلون تقول ذاتي. طبعا احنا من هذا المنبر ندعو اي شخص عنده مثلا مقتنيات قديمه يحب يحتفظ بها ويتسلط الضوء عليها اكثر، انه احنا المتحف هذا مفتوح لها، ينذكر عليها اسم الشخص، وتكون هي كقطعه انتيكه او تراثيه تنطي تاريخ الشخص، او يعني تدل على الشخص اللي هو كان يقتنيها قبل سابقا. احنا نرحب باي شخص ينطينا من هذه القطع من كل المناطق. رسالتي هي أحب أوصل صورة حلوة عن منطقتي وعن محافظتي وعن العراق، فكل أعمال اللي أقوم بها هي دائما تكون إيجابية، سواء كانت على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي، فدائما رسالتي تكون إيجابية عن كل الأعمال اللي أقوم بها في منطقتي. بعد ما شاهدنا قصصنا لهذا اليوم، وأكيد قصص جميلة جدا ومعبرة ومليئة بالنجاح، والإجابة على سؤالنا هو إحنا دائما نعيش حتى نعمل. أنت لازم تعمل حتى تقدر تواكب كل الأزمنة والأشياء اللي تمر داير مدايرك. العمل شيء أساسي بالحياة، ما لازم تهمله. انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج قصة نجاح في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.